الوسط كتير. وكلهم ستات اللي بيختلفوا مع بعض، معرفش لاحظت اذا كلهم حضرتك هيك يعني ليه؟ تلات ارباع اللي بيتخانقوا مع بعض ستات، معرفش والله. يعني يبدو انه المرأة يعني المطربة اكثر عنفا او لا مش اكثر عنفا، بس يعني هو نرجع برضو للآية ناقصة عقل ودين. ده اعتراف الحقيقة جاي من ست، جاي من ست. بس انا دايما حتى بطلع اقول يا جماعة مش كده، ضحكتوا الرجال علينا يعني. نادرا قوي بجد لو حضرتك يعني ركزت في الموضوع، نادرا قوي ما تلاقي فنان يطلع مثلا فعلا يهاجم المعارك بين الرجال اقل. وانا بتغاظ قوي بقى لما هم متصاحبين مثلا رجاله مع بعض، يعني مثلا تلاقيهم في كافيه سوا، يعني ده بنشوفه ممكن في الوسط الفني بس قليل قوي، يعني ان فنانه تكون صاحبه فنان قوي يطلعوا يسهروا سوا ويحبوا بعض والكلام ده. طب ليه تفسيرك في انه الصراع بين النساء في الوسط الفني والوسط الغنائي اكثر؟ لقيت له تفسير. احنا بناخد بالنا من تفاصيل ملهاش لازمه. في كل حاجه يعني، في جوزي باخد بالي من تفاصيل، في العيله، في صحباتي، الستات بياخدوا بالهم، احنا بناخد التفاصيل، الرجاله ما بياخدوش. ده انا رايي يعني، نادرا اول ما تقول شو لو الراجل مثلا ايه شفت قال لك ايه، يعني قصده ايه مثلا، قصده ان انت ما بتفهمش مثلا، على طول بقى تلاقي الست قصدها ايه لما قالت كده، ان انا مش حلوه، ان انا مش عارفه ايه، بتلاقي الست على طول بتاخد بالها، الرادارات شغاله. الرادارات شغاله عشان يحصل مشكله. وده انا بشوفه في الحقيقه مش بس مع فنانات على فكره. بس انت والله قلتي ملاحظه انا ما كنتش واخد بالي منها جدا، يعني انه فعلا الصدمات في الوسط الفني والغنائي كمان تحديدا الابطالها من النساء اكثر من الرجال. صح، ودي بقى بتغير من لون شعر دي، ودي بتغير، ده ما بتلاقوش عند الرجاله خالص عادي يعني. انه جزء منها كمان فيها الغيره، ممكن بيكون في الغيره، تنافس على الشغل مثلا، تخيل مثلا دور مثلا بطله حلوه فدي صاحبتي قوي فياخدوها وما ياخدونيش، ما برضو بيبقى في سن تغل في الموضوع يعني غصبا عن الواحد. يعني على فكره انا مثلا كنت لما بدرس كان في مثلا المشاريع التخرج دي بتاعتنا، فكنا بنغير من بعض، البيست فريندز كانوا يغيروا من بعض، وكنا نغطي الشاسيهات بتاعتنا عشان ما حدش يشوفه يسرق او يعمل يعني. ده وارد، بس انا بحس انه بيظهر اكتر مع الستات، لان احنا زي ما قلت لك راداراتنا شغاله في التفاصيل. التفاصيل دي بقى اللي بتودي في اللي هو احيانا بنسميها احنا في التوافه شويه البسيطه، يعني اللي هي ممكن تعديها. ايوه لكن هي لا يمكن تعديها يعني. انا مثلا قررت اعدي الحاجات التافهه في حياتي، يعني لما تبقى مثلا صديقه او حد قدامي بعدي الحاجات التافهه، الا مثلا حابه تخطف جوزي مثلا، حابه يعني في حاجات ما ينفعش تتعدى بقى، بتبقى واقف عندها هنا وقف. لازم على طول دي ما فيهاش هزار، وده بيحصل كارت احمر لا لحد الان ما حصلش معايا الحقيقه يعني، بس غير كده اطلع الكارت الاحمر. لا لحد الان ما حصلش معايا، بفوت يعني. بس بيحصل مشاكل.